السلام عليكم. مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا. أرجو أدعو اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. ويستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في 10:00 من مساء اليوم على ملعب إلينز أرينا ضمن منافسات إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023. وتنتظر مواجهة اليوم تحديد المتأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية خلال النسخة الحالية، كما تعد نسخة مكررة من نهائي بطولة 2020 عندما حقق العملاق البافيري اللقب على حساب نظيره الفرنسي. وتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة النارية بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الأسباني، بينما تأهل باريس سان جيرمان المرحلة المجموعات بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، ولكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة. وأرجو هذا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منه كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع.